ساكت بعد التابوت ابوي كده علمني الفيل ارجعه كتكوت الزم السكوت رمضان 16 بار بالعربية اوزان انجليزية اليوم تسب كلاش وبكرة زي جوكر تجيب هدية القاعدة الغربية مخزون اوزان المسرحية ضعفهم باطل فاتي ما انت داري ان كان في سفتي لك بجيبه سفت الطواري بس انت عارف ما تسطى توقف جواري لانك اغا يستأمنوك على الجواري تحسبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمعوك رضوا بوصفك الجلب ذي نوعية من يدعموك كما قولت والتراب بنفسك حشيته فمك مو من تراب لتراب يا غبي ذمك يهمك اسمي مرتز ما يهتز الرابية يعتز قد هزهزوك يا صبي وشفنا فخوذك تهتز كيف اطرف لك جلب قصدك عمك يعجز كلكم فرايس والعقاب عليكم اجهز ينفخونك وانت مصدق الليلة قاعدين يهبطقونك ويشيلوك الشيلة يصورونك عنتر ترجع لهم عبيلة انا اكتف شاربك واعدل لك الليل دس عبارة عن تمحن ناقص يقدم لي وردة باين خوفك اعتقد بعد هدس يبيع العدة هذه نقمة ما نقدر يسيعد هذا انسحاب ابتدوا في السفة جيت حامي فرك الكريم وجه الراب فيك تشبه ضدك التحدي ناشف اصل البيف هو قتال والغبي بيغني هادي ما سبيت اي طبائف اطلع من الجو الزائف ترى وضع الحجة باين وتخسر جمهورك خايف بيدو قعت يلا افتكر دس يعد قبر كلامي تابو تعتبر بنشي يعد كفن اوبر ضعفك احرجني بالبيف كان ببالك حد رجال لكن اللي ضدي طالع يبغى شهرة على الجوال بقالك سنة مشهور كان الكل معديك من بعد ما وايكروا عرضوها ليك وركبوك عفقة على العفريت كانوا صحابي وعيشوا ملحوساءهم من الغرداء ادهل انحلوا لك قدام الفنز عشان جبت لهم اعلان بريد فرقع على كتفنا شايلين ما بتاكلش فري من الكانتين وانت فارغ نصب وجيب اهلك بيهبولك البتين الناقد يعمل بيت ويمجدك في فيديو خدامة ياسين حطوه على كرسي واسع عليه سنده بدعامة كتب لي عند امه وهو حرفيا ساند على حجر امه ما تعمليش صغير على الراب هتلبس طرطورك يا حزوم كلمتك بيني وبينك راجل لراجل فاكرك سالك كل انا دي البحر خيالك انا باكل انا دي المالح بطلع على المسرح باكله مش برقص خطوات بطريق تشخ سبيرت وتشخ خلق ابقى طمني على التواصيل اسمح لي امسح لك كل كلامك الكذب عن مكي ما قالوا لك شنه بنفسه من وسط رابرز مصر طلب ينتج لي تدريب ما تقولش قافي على بيل بدون صياغه وتشبيه كده انت صايد تنسيق نجر كلب الخطاف لسان حاد جاب دم وانت عطلان فش قدم جرار داس تحت شرد مجرح قلب شلح مش شافك ما انتاش فحش ازاي وانت نمره كده ركب العاقل مهزق منبوز فاشل عامه نايم على العدم مدمن على الكيمياء انا مدمن على الدسم مدمن على النغم يا عبد المطلب ادهم مطرب في الشغب وهسمعك افتح ودنك دم شعبك يكمل مش هنهزر ونأكد شاور على بطل حذر ومتكتر مش هتمشي متأسف دايما جاهز وننفذ
قال عني سادي يحسبها سبذ المشروخ الغبي غباء وما هو عادي. عظه وعبره كل من يمشي مايل اخر الزمان ذا الخسره يهرش بعلوم القبايل والعوايل. خمسه سته ونصه جيب حكومه وما شالوك لو جبتهم كان جروك من قفاك وتلوك. اهلك ما يخارجك كلام سمعته وانت صغير تبغى جوال خذ بس شيل الحرف الاخير. كافي ما يكيف ضيق خرقك بالأول لجمع خذي عف داخل خرقك بصيف. حنا بالصيفية والجمهورية بهدية والهدية هي محوكين الساحة الخليجية. قال مشك على الماضي والمباراة طفل لأنبيب. أنا زيك عليك وزقتي لو قارناها بحجمك الضعيف نفس حجمك بالتقريب شي غريب. أنا أول مرة أشوف واحد حجمه بحجم الزقة يستبد كل الأغاني ومن الخلف يتلقى مع ذلك هاي يطلع لي أكبر منه وتحدى. الظاهر إني بفصل خلني على البعطي على خده وخليه يتعلم شلون ما يتجاوز حده. قال تقول مين يقدر علينا نحن تدري لو اني حطيتك براسات واللي معك صدقني باكلك تبن شاله. تقول اللي احجي عيب على الثوب والايس كاب لو ابيع الايس كاب بثمنه اشتري كل حي الرحاب. جايب واحد يقلد صوتي وتقول تسجيلات وفضايح حظك طايح. الناس فهمت لعبك بلا تقعد تكذب وتحاول ترجع ولا حتى تصايح عالجاي والرايح مو لاجل انك تلخ على بالك ان كل الناس تدوخ وبتصدق كلامك. تعال العقل ماخذ لاجل تعرف وين مقامك. قول انا خسرت انت باعس حالك لو انا خسرت ما كنت جبت عشيرة على شخص واحد. اذا دماغك فقير من عندي ثورة اتية لو انا مش نمبر وان ما بتعمل جولة ثانية. انت كيس يا فشعاري هو حنيكك سو رو اللوجو هو اسرار. نحن امة منقسمة الفكر 100 مليون معهوك عشان ما يقولوا مصري خسس. كينج سيفن المقدس اسد يعني سبع فكيف بتخوفني بمسدس بتهدد بتسريب تسجيلات الدعي مو عنا عملتني مجنون مفكر فارقة معي. يا خنجب طوق منفض علي هانتهم لازم تتكل بعينك لاني بحب هايشي اورجازم. رد على بوش حركته قبل لا يقوله قال عني كيف وش الصلاة يوم قلت له نفسي هالشرط عرضوا خلي السيناريو جاي هخ هذا مو قلت لكم لهم تفاصيل وسوايا شافه. بدي بدي واحد زنقات اعترف بحدوده ونقصه. بدي بدي واحد اترك الراب خليك على الطار بس لحظة جني يشمري هالشي بوبه بهاللاين. معلومك تدري شلون سبني التزم ببروتين كنك لاعب حديد التزم ببروتين فلما تنحكر بس بالفوضى بصجية تستسترون يلبق اغراض واشتك في قاعة صابون. لما تسرب الدس بانت علومك يا كلب المليون انت عبد للرقم من يومك زرق اعتذارك انه ماله داعي واثبت للخليقة انه الكذب والذل جزء من دمك. ثانك تفلم على الناس وكل خطوة بتبان فيك الخبايا ما استبعد يمدح نفسه بعدين تفل على المراية. ما اتشمت لكن ما تمت مصلحتك لانك همك تظهر انك قدام الناس تقدر تجي بغض عمك وانا بوقف زي الشوكة في حلقك لين ما افقع فمك. مو محتاج علشان اثبت نفسي تقول لي الكلمة الاخيرة لكن انت محتاج تثبت للناس انك ندية.
بثلاث ضربات من ابن غزة بتنرموا بين ثلاث جزر راح أهربكم عقارب. شوف أنا ما فكرت أحط راسي براس هالولدة متأخر في الرد علشان أعطي مجال لشهور العدة. نفس القذارة بتنحط بقوالب بس ديروا بالكم من بعض ظنوا الأقارب عقارب. مسوي انك صوف كذاب نمك غشاش مسوي انك صوف وانت راعي زن وحشاش خوت واللي عطى ما يصير يقول ان عطى قال لك الشكا محجوزة وكان ينام بدون غطى. نبدأ بالسلام السلام عليكم دا سلام دا كلام حتى في السلام تتفرنك المدام تدور لي داعا ما يفكك من القادم هذه نهاية الدلوع لما اني يسوي خادم اش بعد اول دس المفروض ما مسك بس نستمتع وانا اضرب الشعب على حسك بعد دقيقة سب الاهل عالفيس كان سبب كف القهواتي مو خسارة الباتل لانه اصلا ما غنى الشاب التاني نحنا ما بنسكت عم سبه فخبر الديوث انه بس نلقطه رح نصور فيه الجزء التالي ما ظهرت الحقيقة بشوفك متخبي مكسور اخلاقيا كالي متن كانه متربي بمجهور سيلم الكذاب خود براسك رصاصة حقيقة نفس الرصاصة اللي لسانك عاير بموتة ابوه بتف بزمة قول بونش بتف سنة ناقد ايه الناقد فين درفت منك قلت تخنت جامد بس انا في الواقع تخنت سنة طلعت وقلت ان انت علمت السادات تراب طلع السادات في اللايف وقال عليك كذاب دسك حتى ما وصل ولاعة وجنبي راح يضيع لا جحيم ولا في نار جاي اقفل مواضيع لا يميع وما يميع وش هذا الوزن المريع كرت من حفلة تعلم ثاني كسر لك ضروس باين طبعا مين الفينا جمهوره اصبح عبوس وانت تقولي جحيم ومدري ايش معطل سيري صوته خرس بعد الفري ويقول اسمع زائري لو انه جيني جراند سيفت اوتو اكون رايدر فوقيز ولين يختفي صوته عرفت ليه كل مقام قال انت بين انا مقامك الدني من ضربك اشتكي النعال هو عيب انك تفتي في اعتزالي وتكون ضعيف اني ابغى سير الجدل بس العيب يكون ضعيف معتزل اللي يجيب فيك الاجل الخصم ينزف مشلوخ لاعب دور المشاغب بقوالة مهي بقدة بس تحمل العواقب بعظمة لسانة قايب بطلين وسع جوك ورجعت قلت ببنت وش في أمك برضو بكيفي ونزلتكم لجدة كنت انت وواوي ضايعين متوترين بشدة لحظة وصولكم خصومكم شم وخبر دقت علي قدني بقديحة ما تخبر ستوب تعالى دي المراجعة اولا ابويا سعيد ده بطل دي الابوة معرفش يشوفني وسخ زيك وانا نضيف من جو ثانيا حرمة الاغنية انا مفتيش يدوب قريت اراء كتير وساعتها ده اللي ملت ليه خامسا حفلة الساحل عندك فيديوهاتها هاتها وشاور عالجمهور اللي فصل شوف من نفسش قد متأكد ما حدا لفق بنشات مو مثلك تتورط تنحشر تلزق مكالمات هذا هو الدليل الصادم اللي خافي من ديسين لسه وياك جيب الكلمات ليحللوها القنوات انا بطلب هالإثبات لانك انت جبت الطاري مسخرت نفسك عالفاضي لما تملك بنشعاري هالمحروم كابتن فضح روح تعالج عالخرمان خمسة وهاشتاقات تعلي طلع يغريك المانيكان امين انطق كلمة الجمهور اكثر لاكثر منهم تتمسخر متمرمر منهم متحسر دخلي مبالج قد متذمر ما يمر بيت الا لهم يذكر لانه قبلي خانقيك بينت الكل كيف انكتلهم حيلي مأثر بيك I'm not new to this, I'm true to this.